السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مظاهرات فجر ليبيا تستمر الأحداث والتحديات وتواكبها المظاهرات، مظاهرات تحتفل تارة وتندد تارة أخرى، تحتفل بالمناسبات الغالية على نفوسنا كتحرير العاصمة وانتصارات الثوار بنغازي وثوار درنة وثوار الكفرة، وتندد بمقتل الأبرياء في سرت وتحيي ذكرى محرقة اليرموك. مظاهرات تستمر ويستمر معها نبض الثورة في فبراير. مظاهرات ساحات الثورة استمرت لأكثر من 50 جمعة على التوالي، عمرها تجاوز العام. مظاهرات من ناحية استمراريتها حطمت الرقم القياسي في تاريخ ليبيا. مظاهرات لطالما هتف المتظاهرون فيها بالدعم تارة وبالرفض تارة أخرى، هتفوا داعمين الاستقلال رافضين للوصاية والاحتلال. مظاهرات فجر ليبيا وانتصار الثوار في بنغازي والكفرة هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم ببرنامج صوت الناس. وبداية مشاهدينا الكرام، سأبدأ مع أحد المنظمين من ميدان الشهداء السيد عمر بعرة. اهلا وسهلا بك سيد عمر. اهلا وسهلا بك استاذ صهيب. اهلا وسهلا بك سيد عمر. بدايه، يعني الان راينا مظاهره فجر ليبيا تستمر لاكثر من عام، ماذا تحب ان تقول في هذه المناسبه؟ في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لابد من ان نتوجه الى قناه الصناصح في تواجدها الدائم والمستمر، حرصها على ان تكون متواجده لتغطيه الاحداث ومنها تظاهراتنا في كل مكان وفي كل مدن التي تخرج فيها الجماهير لتعبر عن رايها في سابقه لم تكن موجوده في عهد سابق. نحن اليوم خرجنا في المظاهره اعدادها 56 في السنة الثانية شهرها الأول، أسبوعها الثاني شهرها الأول في السنة الثانية على التوالي. نعم نعم. يعني اليوم نحيي ذكرى تحرير مدينة طرابلس، وأيضا هناك ذكرى أليمة جدا ألا وهي محرقة اليرموك وما حدث في محرقة اليرموك. يعني ماذا تقول عن هذه الذكريات، الذكرى الأليمة والذكرى أيضا السعيدة؟ نعم سيد صهيب، كل المظاهرات السابقة يعني كان البرنامج المتبع بأن تكون لكل مظاهرة رسالة، يعني هدف ورسائل نحرص من خلالها على إيصالها للمعنيين بها. ولكن جمعة اليوم تتميز عن سابقاتها من الجمع الأخرى بأن الأحداث والمناسبات تتعدد وكثيرة. فبالأمس عشنا ذكرى الرابعة لتحرير العاصمة من كتائب الطاغية، وأيضا اليوم يتزامن مع أحداث الحاوية أو مخزن اليرموك، يعني جريمة اليرموك، سجناء اليرموك من كتائب الطاغية، وهي جريمة يسجلها التاريخ. ويوم الأحد إن شاء الله تعالى ستكون هناك احتفالية أخرى وتظاهرة بهذه المناسبة لنبرز للعالم أجمع حجم الجريمة التي اتبعها أو انتهجها النظام السابق في حق الشعب الليبي، لا لشيء، لمجرد أنه خرج ليعبر عن رأيه ويعبر عن آماله وطموحاته. أيضا نعيش هذه الأيام زيادة حدة المواجهة من طرف الانقلابيين أنفسهم وممن يعينهم بالداخل والخارج، ولعلنا قريبي عهد من أحداث مدينة سرت والأنفس البريئة التي تعرضت للانتهاك أو انتهاك سيادتها وانتهاك دمائها من مجموعة تهدف إلى استخدام هذا الحدث لمجرد استجداء المنظومة الدولية والمنظومة الإقليمية وآخرها المنظومة العربية من خلال جامعة الدول العربية، لا لشيء إلا لأنها تريد أن توظف هذا الحدث لاستجدائهم جميعا لإيجاد ذرائع للتدخل في الشأن الداخلي ولدعم ما يسمى بالحكومة المنبثقة عن البرلمان الغير دستوري، لمجرد ورفع الغطاء أو الحظر عن تسليح الجيش المزعوم للحكومة المزعومة. فهذه الأحداث تتزامن معنا اليوم إلى جانب أحداث الكفرة والهجمة الشرسة التي تعرضت لها الكفرة أحباؤنا وأشقاؤنا
في مدينة الكفرة، أيضا من غزاة من الخارج تم توظيفهم من جيش اللا كرامة وممن يعينهم من الخارج من حكومة مصر ومن النظام المصري ومن حكومة المؤامرات العربية التي يثبت يوما بعد يوم تورطها في دعم الانقلابيين للانقلاب عن فبراير. طيب نعم سيد صهيب. طيب سيد يعني سيد عمر، الان انت عرجت على موضوع الكفرة وما يحدث في مدينة الكفرة، يعني حدثنا عن بعض الشعارات او بعض الهتافات التي اليوم كانت داعمة لثوار الكفرة في ميدان الشهداء. طبعا من ضمن المواضيع التي تطرقنا لها في مظاهرة اليوم هو موضوع الكفرة، حيث كانت الشعارات تعبر وتحيي صمود أبطالنا في الكفرة شيبا وشبانا رجالا ونساء، وقفتهم الشجاعة، صمودهم أمام المد الخارجي، المد القومي الذي يتم دعمه من الخارج كما أسلفت. أيضا رسالة أو شعارات توضح رسالة مفادها أن ما يحدث في الكفرة ليس كما يشاع من قبل أعداء فبراير ومن يسعى إلى المساس بأهداف فبراير وبشرعية فبراير، فهم يحاولون أن يظهروا للعالم خارج بأن ما يحدث في الكفرة هو مواجهات قبلية جهوية، حاولوا أن يظهروها بأنها مواجهات بين قبيلتين، ولكن الحقيقة وكما أوضحتها الثوابت هي هجمة من الخارج. فكانت الشعارات كلها محفزة مشجعة لأهلنا في الكفرة بأننا معهم ضد أي تدخل خارجي وأننا نموت من أجل تراب الوطن. سيد صهيب. طيب رأينا يعني قبل قليل في مظاهرة ميدان الشهداء هناك كان هناك اتصال من مدينة الكفرة، وتحدث أيضا أمام الجمهور من مدينة الكفرة باتصال هاتفي، يعني هل هناك تواصل أنتم كحراك أو أنتم كمنظمين لهذه المظاهرات، هل هناك تواصل مع الثوار هناك في كفرة؟ هل هناك تواصل مع العائلات أو مع أهالي الكفرة حتى يتم معرفة ما يحدث في مدينة الكفرة أولا وأيضا الوضع الإنساني هناك؟ نعم سيد صهيب، والحديث طبعا لأحبائنا من يشاهدوا برنامجكم، فنعم هناك تواصل مع إخوتنا في الكفرة للتعرف أو للوقوف على حقيقة ما يجري هناك، وحاجة إخوتنا في الكفرة من الدعم اللوجستي والدعم المادي وأيضا الدعم البشري، لأن الكفرة هي ليبيا وأن ليبيا هي الكفرة، ترابنا يعني ليبيا هي وحدة واحدة، وما يحدث في الشرق يشعر به من هو في الغرب، وما يحدث في الشمال يعيشه الذي هو في الجنوب. خلال أحداث الكفرة وأحداث سرد وقبلها أحداث أباري ومن قبل في المناطق الغربية، فالليبيون جميعا ومن عاشوا فبراير وقضية فبراير وقضية الوطن والمحافظة على السيادة الوطنية ووحدة التراب، هم جميعا يعملون وحدة واحدة صفا واحدا، في هناك تواصل، لجان للتواصل فيما بيننا شرقا وغربا جنوبا وشمالا، ونحن على العهد جميعا بأننا لن نترك لمن يريد أن يرجع المنظومة السابقة أرضا في ليبيا بعد أن عشنا يعني وتنفسنا عبق الحرية من جديد. سيد صهيب. سيد عمر، يعني سؤال أخير ممكن نختم به اليوم معك، يعني الآن تمر الذكريات السعيدة على ثورة 17 فبراير، ذكرى تحرير العاصمة، أيضا ذكرى محرقة اليرموك، أيضا الأحداث في الكفرة، لم نرى ذكر في الطرف المقابل أو إعلام الطرف المقابل عن هذه الذكرى ألا وهي ذكرى تحرير العاصمة، ومع أن يوم كان يوم عظيم جدا على مر على ليبيا وهو ذكرى تحرير العاصمة من نظام فاسد، يعني كيف تعلق على هذه الأحداث التي لم تذكر في الإعلام الطرف الآخر؟ نعم سيد صهيب، أنا اسمح لي يعني ممكن أتناول الإجابة على السؤال هذا بشكل أوسع قليلا. نحن في هذه الأيام يعني كنا في 2011 أيام التحرير كنا وحدة واحدة صفا واحدا، لنا هدف واحد وهو التغلب على المنظومة القديمة نظرا لطغيانها واستبدادها. بعد 2011 للأسف يعني ظهرت الحقيقة بأن هناك
من خرج عن النظام السابق لا لأجل الوطن والحماية الوطن والمحافظة على الوطن، ولكن لأجل تحقيق مكاسب والقفز على تضحيات ودماء الشهداء. هذا الذي عشناه خلال الفترة السابقة أيما بعد إعلان التحرير. كما أشرت حضرتك سيد صهيب بأن للأسف لا نجد في الإعلام ما يشير إلى توالي احتفالات أو الأحداث المفرحة للشعب الليبي، وأيضا لا نرى في إعلانهم المشاهد المحزنة كحادثة محرقة اليرموك أو حاوية الخمس أو سجل بوسليم أو غيره من الأحداث التي تدخل في النفس جانبا من الحزن. لذلك ما يشير هذا الأمر إلى أن المنظومة القديمة للأسف كانت موجودة حتى بعد أثناء إعلان التحرير، وبدأت تكشر عن أنيابها فيما بعد السنين الماضية، بعد السنتين، بعد تشكيل الحكومات شيئا فشيئا. ولعل حكومة السيد زيدان والاستفحال أو استفحال برنامج الفساد المالي والإداري، وأيضا القفز على مصالح الليبيين ومكاسبهم ومطالبهم، لعل في ذلك شاهد على ما نقول الآن سيد صهيب. نعم سيد عمر، يعني سؤال فرض نفسه أن يكون معنا اليوم، ألا وهو ثقافة التظاهر، يعني تعتبر جديدة، يعني ظاهرة جديدة علينا بعد ثورة 17 فبراير، يعني هل تراها ترسخت هذه الظاهرة في ثقافة الشعب الليبي، ويعني هذه مظاهرات أصبحت ثقافة لمن أراد أن يعبر عن رأيه وأيضا أن يطالب بحقوقه؟ بارك الله فيك سيد صهيب، أنت استخدمت كلمة ثقافة، فأنا عادة أفرق بين التغيير، لأن نحن في ليبيا نعيش في تغيير، فهناك فارق بين ثقافة التغيير وتغيير الثقافة. أنت أشرت إلى الثقافة، في العهد الماضي كانت هناك ثقافة سائدة وهي الركون إلى النظام والعيش في ظل النظام الأوحد والشخصية الواحدة والنداء الواحد والشعارات الواحدة. نحن بعد 17 فبراير بدأنا نتحول أو بدأنا نكتسب ثقافة جديدة، وهي العيش في إطار الوطن والعيش في منهج الوطن والعيش في فكر الوطن. وهذا الفكر أو هذا المنهج يعني يعمل على الجماعة ولا يعمل على الفرد. لذلك المظاهرات التي تخرج كل أسبوع وفيما بينها بعض الوقفات وبعض ورش العمل وبعض الندوات، هذه دائرة المشاركة لعموم الشعب الليبي توسعت. وأنا أرى يعني خلال 56 جمعة الماضية بأن هناك وجوه ثابتة مستمرة في التواجد، وهذا ما نحن حاجة إليه، لأن النصر، نحن نقول بأن النصر هو صبر ساعة. والآن الجموع هذه مهما قل عددها أو كثر، فهي ترسخ لثقافة، وهي ثقافة المشاركة في صنع واتخاذ القرار وصنع الحدث. وبالتالي من أحس وشعر بهذه الميزة وبهذا المكسب ليس في استطاعته التنازل عليه من جديد. شكرا لك سيد عمر بارة، احد منظمين لتظاهرة ميدان الشهداء، كنت معنا من ميدان الشهداء من طرابلس، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نفتح الان المجال اليكم انتم للمشاركة والادلاء بارائكم حول موضوع اليوم نتكلم عن تظاهرة ميدان الشهداء، وايضا عن تطورات الاوضاع في الكفرة وايضا في السرد، وايضا نتكلم عن مسألة التظاهر وثقافة التظاهر، هل لازالت هذه الثقافة تترسخ معنا الآن أم أنها لازالت لم تترسخ في مفهومها؟ نأخذ معنا أول اتصال، من معي؟ معي اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أخت أمل، أهلا وسهلا بك. أهلا بك خويا. والله أخوي أنا طبعا زي ما تعرف أنا من لقطة لسانة من سكان بنغازي، حبيت أن أوصل صورة بنغازي لثلاث الأيام الأخيرة. تفضلي عندك المساحة، تفضلي. طبعا في مدارس في منطقة اسمها السرتية في بنغازي الكل يعرفها، مدرسة 10 مارس ومدرسة الرابطة، موجودين فيها كل مدرسة 400 مقاتل تباوي وشوف السلاح يوصلهم من البردي للعلم. طبعا منطقة السامة تدك من الأمس بالبراميل والغاز السام، في أطفال صار لهم حالة تسنج من الغاز السام، أطلقوا جماعة حفتر. حبيت نقول لكم خلاص
أن الثقافات كل ثقافة في منطقة السامة بحديمة يوجد شخص مصري أو شخصين. 3000 مقاتل مصري موجودين في البردي للأسف يا شباب تبرق، وهم مش ليبيين يتدربوا برا لأن ما فيش أي ليبي الآن يتدرب برا. مستشفيات ما فيش مستشفيات، 1200 نص ما يخدمش وما فيش زي، أو لمس قتل دكتور عوض المنسي في مد في الجلاء، والبارح حوش ومنزل حميد الرملي معروف في أرض شبنة يهدد بالهدم والحرق عشان هم عندهم ديار من شق من أيام معمر ما عندهمش أي حد يقاتل، وأرض زراعة تشهد احتراق منزل ألف ويحلي كده. نحب نوجه خوذة صحيب كلمة نوري بسهمين يا أخويا نوري نساب الغازي تقاتل يا نوري، نساب الغازي تغتصب، نساب الغازي تجوع، نساب الغازي مضي للمية. وللأسف المعركة بين عملية الفتح وعملية صبر، يعني نحن إن شاء الله مش هنسلموا فيها القضية هذه مطلقا مطلقا. طيب اختم يعني بما انك يعني بنغازي والوضع في بنغازي، نعرف الكل الوضع في بنغازي وش صاير في بنغازي، يعني حدثيني عن الوضع الانساني في مدينه بنغازي الان. الوضع الانساني مزري مزري خويا صهيب، للاسف شباب بنغازي هم اللي باعوا القضيه، ما فيش حد غريب باع القضيه، شباب بهديم ما باعوا القضيه، كلهم باعوا القضيه، ما فيش خبزه، ما فيش ضي، ما فيش غاز، ما فيش علاج. للاسف حتى الاطفال من هلبتهم كان تطعيمه، ما فيش تطعيمات. توصل للمستشفى المرض، لا انت من بنغازي، لا انت داعشي. والان القوى العربيه تضربنا خلاص، ما عادش تسمينا دواعش وخوارج، الان وصفنا بالحوثيين 17 فبراير وصفنا بالحوثيين. نحن خويا صهيب عشان حد ينجرح او يتخيط نحطوا له رجله ولا ايده في ثلج عشان يصير له نص تبنج ثلج. يعني هذا اللي تحكي عليه اللي صاير، هل هو صاير معكم انتم فقط كعائله، او ان صاير مع كل عائلات بنغازي؟ لا ما حد يكذب عليك يا اخوي صهيب، الكل ما عدا المنطقه حي السلام ابو هديمة كل شيء يوصل فيها، الغاز يوصل فيها، الضي يوصل فيها، لانها مؤيده لعمليه الكرامه. حتى اللي مش مؤيد، اي حد عنده شهيد 17 فبراير يتحارب حاليا، ما حدش يكذب عليك ولا حد يكلمك ويقول لك لا نحن امن امامك. هذا سيدي يونس مسكره، الزواوة سكرت، الطريق الساحلي سكرت لان الثوار وصلوا للسامة ولله الحمد. امس كان في مظاهرات للعلم الساعة 8:30 مظاهرات في سيدي يونس ضد الكرامة. مظاهرات يعني في مدينة بنغازي؟ مظاهرات في مدينة بنغازي مظاهرات في سيدي يونس، منطقة سيدي يونس ضد الكرامة، وقمعت هذه المظاهرة. طيب سمعت من شباب لو حيشي. طيب ما فيش حد غريب. طيب شكرا جزيلا لك اخت امل، بارك الله فيك خويا صهيب، فتحنا مجال احنا صهيب. ارجوك ارجوك انا طالب اعلامي واحد، اعلامي واحد والله اننا بروحي، اعلامي واحد بس يوصلنا في بنغازي والله اننا بروحي. لا والله حرام حرام. طيب عليك نحن نشد سلاح ونحارب، ما تترجوا لي في ليبيا خلاص. طيب شكرا لك اخت امل، كانت معنا بمغازي. حقيقه وضع مؤسف جدا ان نرى نساءنا يتكلموا بهذه الحرقه. ساعود الى كلام امل وما قالت امل، ولكن معي الان اتصال اخر ويبدو ايضا من مدينه بنغازي. معنا الاخ احمد. السلام عليكم احمد. ايوه السلام عليكم. اهلا وسهلا بك سيد احمد. مرحبا اخي الكريم. سيد احمد اليوم نتحدث عن تظاهرات في ميدان الشهداء بصفة خاصة، وأيضا نتكلم عن ثقافة التظاهر، وهل هذه الثقافة لازالت ترسخ في ليبيا، وأيضا هل هذه الثقافة لازالت يعني وسيلة للمطالبة بالحقوق، وأيضا يعني التعبير عن الرأي؟ والله يا أخي معك أحمد. نعم أخي كريم، طبعا مظاهرات تدعم الكفرة من المرتزقة ومن التابو اللي جايبهم حفتر، كما قالت لك أختي الكريمة من بنغازي، من التابو في مدينة بنغازي يحاربون الأخوة الثوار، هم قادمون من الخارج
فعلا الايام اللي فات يعني في بنغازي مسك مرتزقه وانا كنت في الميدان يعني انت من كانوا من التبو. طيب انت تتكلم عن الان من مدينه مغازي، الان قاعد في مدينه مغازي احمد ان شاء الله. حدثني عن الوضع الانساني هناك. والله الوضع الانساني سيء يعني. طيب الان يعني تتكلموا انتم من هناك في قوات من تبو، وايضا الاخت امل كانت قبل شويه قالت لنا في حتى ضباط مصريين قاعدين يدربوا في بعض التبويين هناك في بنغازي، لكن اخي الكريم يعني اين شباب بنغازي مما يحدث الان في بنغازي؟ والله يا اخي والله يا اخي الكريم شباب بنغازي طبعا ضحكوا عليهم بالفلوس، ضحكوا عليهم بالكلام الفاضي، سياراته وتم يهربوا في سلاح وتموا من مارج البنغازي ومضحوك عليهم من قبل جماعة حفتر وأوانا. لا شباب سينصرون الثورة في بنغازي، تطبيق شرع الله إن شاء الله بإذن الله، وضعوا ما شاء الله مسألة وقت بإذن الله. طيب رسالة أخيرة أو كلمة أخيرة عفوا تحب أن توصلها عبر برنامج صوت الناس؟ والله نحب نبه شباب بنغازي ان نحن الاخوه، كنا مغربيين وبيك الفارقه ما فيش لخوارج ولا شيء، وان نحن بنحاربوا الوطن. طيب تطبيق شرع الله ما نبوش نقتلوا ابناء البلد. طيب احمد طيب احمد وصلت الفكره، شكرا جزيلا لك احمد، كنت معنا بمغازي. مشاهدينا الكرام نخرج هذا الفاصل، من بعد نواصل باذن الله تعالى، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج صوت الناس. أذكر دائما بأن الأرقام الظاهرة تباعا أسفل الشاشة هي أرقام البرنامج. اليوم نتكلم عن مظاهرات بصفة عامة وميدان الشهداء بصفة خاصة، وأيضا عن الأوضاع الراهنة في ليبيا. معنا الآن اتصال مع الأخ محمود أيضا من مغازي. السلام عليكم محمود. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك محمود. كيف الحال؟ تمام. بارك الله فيك. يعني الآن محمود الآن المظاهرات أصبحت وسيلة قوية جدا يرسلها الناس يعني إذا أرادوا يطلب بحقوقها، يعني كيف تشوف الآن في تأثير المظاهرات على الوضع الداخلي في ليبيا وأيضا الوضع الخارجي بصفة عامة؟ والله طبعا المظاهرات هن هم الأساس يعني، عرفت؟ تلقاهم في المظاهرات هم أهالي الشهداء وأهالي المشكلة دي ما تكمن في الحكومة. الحكومة هي المشكلة. طيب. ما همش معدلين على الناس أو الدماء أو اللي عندهم يعني ديمقراطية، ننسى فيه يجي يخش للديمقراطية، عرفت؟ ديمقراطية ما قلنا شيء، لكن لما يكون إنسان كويس مش أي إنسان يجي يخش يقول لي ديمقراطية. طيب أنت اللي في المظاهرات اللي في المظاهرات قلت لك هم أهالي هم اللي دفعوا السنة. يعني لكن الان انت الان تضع اللوم على الحكومه بان لا يوجد الرجل المناسب في المكان المناسب. اللوم على الحكومه وعلى دار الافتاء لان طيب يعني الان اللوم على الحكومه لان ودار الافتاء لان ما فيش عدل يا صديقي. طيب الان انت تقول اهالي الشهداء نعم قاعدين يعني اللي ياخذ 1000 جنيه ما فيش كيف حد، والوزير ياخذ في 5000 جنيه وبدل مبيت و بنزينة ببلاش وكروت ديانا، عرفت؟ نحن ما درناش ثورة باش يقدر وزراء ياخذوا في 5000. طيب رجل المرور ورجل الجيش والشباب اللي يخدموا في خدمة يعني الدكاترة والعالم هذول أولى من الحكومة. طيب الآن لكن أنت الآن العدل يعني المفروض العدل في كل شيء. نحن راه ما طلعناش ثورة ومات الرجال وانبترنا وانقطعنا واللي نعمة مش يقدر الوزير ياخذ في 5000 جنيه ويدفع طيب. عليه في ايجارات 2000 جنيه في الشهر، العدل هذا. علاش الناس قريب تكره الثوره؟ طيب
طيب ما فيش عدد يا صديقي. طيب وصلت فكرة، لكن نختم معك بسؤال. الآن قبل قليل كانت معنا أخت أمل من بغازي وقالت بأن توجد هناك قوة من التبو موجودة في إحدى المدارس، قالت أنها تقدر ب 400 مقاتل من التبو. يعني كيف يعني وغير الليبيين، يعني التبو غير الليبيين، كيف تعلق على هذه على ما قالته الأخت أمل؟ مو أصلا الجيش اللي غادي معسكر في عندهم حد، عرفت؟ الناس مسكت القبائل، مسكت أبنائها، عرفت؟ مسكت أبنائها، فهم عندهم ما عندهمش مشكلة، أهم حاجة مصلحته هو، يجيب تبوية، يجيب مرتزقة، يستعين. طيب. حتى بإسرائيل قالوها هم قالوا نستعينوا بإسرائيل وبالشيطان. طيب طيب شكرا جزيلا لك أخونا محمود، كنت معنا من مغازي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اذكر ببعض ما تم الاتصال، يعني ما قالوه المشاهدين قبل قليل. يعني كانت معنا الاخت امل، كانت معنا من مغازي، وحقيقه نقلت وضع مزري جدا في بنغازي. قالت بان يعني الان مدرسة في بنغازي، سمت المدرسة، قالت بأنها يوجد بها 400 مقاتل من التبو غير الليبيين، وقالت أيضا هناك براميل يوميا تنزل على بعض المناطق في مدينة بنغازي، وأيضا مستشفى 1200 قالت بأنه لا يشتغل ولا يوجد به تطعيمات إطلاقا. الآن معنا اتصال، معنا اتصال آخر. أحمد، أحمد أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. أم أحمد، أم أحمد من غريال. أهلا وسهلا بك، آسف أعذريني أم أحمد. يعني الآن سمعنا قبل شوية كانت معنا يعني أخت أمل من بنغازي، وجسدت وضع أليم جدا في بنغازي. برأيك يعني السبب اللي تحطيه أن مدينة بنغازي وصلت إلى هذا الحال، ما هو السبب اللي تحطيه، ومن هو صاحب السبب الذي وصل بنغازي إلى هذه المرحلة؟ والله السبب يعني واضح جدا، هو معاقبة بنغازي على 17 فبراير، لأنها هي الشرارة وهي اللي بدت منها 17 فبراير، وهي اللي يعني كانت بمعجزة إلهية أنها تحررت من القذافي في 4 أيام بقدرة قادر يعني. فبنغازي تعاقب الآن على 17 فبراير، واللي ما نجحش القذافي في أنه يديرها سابقا، الآن وكيله الحصري حفتر يطبق في اللي ما طبقوش جنود القذافي سابقا، ولكن الان حفتر يعني يعتبر ينفذ في اجنده دول الخليج وما وراها من الغرب، والله اعلم يعني من الاسامي اللي اصدروا قرار بقضاء على الربيع العربي كامل. والان الدوله الوحيده اللي ما زالت في الربيع العربي هي ليبيا، مصر قضي عليها تماما، سوريا لن تقبل الا بقدره قادر يعني لن يسمحوا باقامه ديمقراطيه فيها، اليمن الان تجتاح طبعا قوات الحوثيين نعرفهم شيعه سوء فسوء، ولكن ايضا السعوديه يعني حتمشي برنامجها وحتمنع الديمقراطيه فيها، حتحط من تبي فيها، تونس نفس الشيء. فالقرار بعدم يعني قيام ديمقراطيه في وطن عربي اتخذ وتم الان التطبيق من مصر ومن غيرها، القضاء طيب. على بنغازي وحفتر هذا جندي طبعا ليهم، لكن هذا معلش لو سمحت العبره اللي او الرساله اللي نوصلها هي لاخنا في مصراته. مصراته انتم الهدف التالي، الهدف التالي قبل مدينتين قصموا ظهر القذافي هم بنغازي ومصراته. اللعبه اللي يلعبوكم فيها مصراته يجب ان تفيقوا اهل مصراته، الناس العاديين زي ما الان اهل بنغازي الناس العاديين هي التي تعاني لما تبعوا حفتر وجنودها الرؤوس طيب. الان كلهم في مصر وفي الخارج، ولكن خدعوا بنفس الشيء بخدعه الارهاب، مصراته تدعو معها خدعه اخرى. طيب طيب ام احمد معلش لو سمحت نكمل الفكره لو سمحت بعجاله لو سمحتي، لان مصراته عصب الجهه الغربيه بالكامل يعني ثقل وازن بين ليبيا ومنع قدرتها ومنع اصلا تنفيذ المخطط في الجهه الغربيه فيها. فالان يعني رؤوس الفتنه ادخلت في مصراته وتم استقطاب وتشنيد الله اعلم من القيادات وما الى ذلك. طيب. يجب ان يفيقوا انفسهم، معلش لو سمحت هذه الرساله قد تنفع. طيب. يعني مصراته العاديين إيه في يوم من الايام سيجدوا نفسهم يعني حتى مش شرط اليوم او غدا سيفعلوا عن مصراته هذه، لو تم حكومه وفاق وتم تجنيد وما الى ذلك ولو بعد 10 سنوات لن ينسوا لمصراته انها قتلت القذافي وانها كانت يعني حتف حصين وانها ما الى ذلك، سوف تفكك خطوه 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 ثم ستستباح. سمعت هذا مره بأذن من واحد المحللين ان سيتم محاصره مصراته وسيتم تدميرها، لن يغفروا لها، على اهل مصراته ان يفيقوا
من هذا الغرامه طيب. اللي على عيونهم وتدفيع الصلح ام احمد ام احمد نعم. وصلت الفكره، نفتح المجال لبعض المتصلين في الانتظار الان، شكرا جزيلا لك، وصلت الفكره. معنا الان اتصال اخر، يبدو ان هناك اتصال. الاخ عادل، السلام عليكم عادل. السلام عليكم، من هناك مبارك اخوي، كيف حالك؟ اهلا وسهلا بك اخونا عادل. يعني بدايه مظاهرات وظاهره وثقافه التظاهر، هل تشوفها ان هي ترسخ قاعد الان في ليبيا وقاعدين يعملوا بها يعني المتظاهرين، ام انها اصبحت يعني ثقافه لكن ما تتوجهش بشكل المضبوط والشكل الصحيح؟ والله مشكورين هم هذا اللي حد جهدهم داروه والله، لكن احنا بالله بنوجه رساله لاخوتنا في مدينه المرزي. نعم. ان لم يطلعوا مظاهره على هذا العميل الخاين الامريكي هذا اللي جيب في المرتزقه الخاين هذا اللي في ثوره 17 فبراير وخاين دماء الشهداء واللي صغاره موجودين في امريكا ويهز في ابناء بنغازي وابناء المرج وابناء طبرق للقتال في مع ابناء بلدهم في بنغازي. وطلبوا منهم يخرجوا عليه ويطردوه هذا الخاين من مدينه المرج من المنطقه الشرقيه او يبعثوه هنا للمنطقه الغربيه احنا فنستقبلوه ان شاء الله. طيب طيب، لكن الان هذه رسالتي لاخوتنا في المنطقه الشرقيه، نقولوا لهم راهو هذا خاين وعميل. طيب وصلت، وحتشوفوا انه حيولي عليكم في النهايه، وحتشوفوا انه ايام بناتنا. طيب حيحطكم في الحبس كلكم اللي معاه، مجلس النواب حيحطهم في السجن. طيب عادل، طيب عادل، يعني الان انت الان قلت وصلت رسالتك، الان ممكن لو تجيبني على سؤالي اللي طرحته عليك قبل شويه؟ شنو هو السؤال؟ السؤال ثقافه التظاهر الان، هل تشوف ان احنا المتظاهرين الان في ليبيا قاعدين يتظاهروا بالشكل والاداب اللي المفروض المظاهره تطلع بها، او انها اصبحت يعني بشكل غير مقبول ولا تجسد ايضا واقع التظاهره وايضا لا تحقق اهدافها؟ شنو رايك في الكلام هذا؟ المظاهرة لازم ان اي مظاهرة تطلع ياخذوا فيها الاذن من مديرية الامن اللي يتبعها. تاخذ اذن وتطلع مظاهرة سلمية ما فيش حد يكلمك. يعني هيك نشوفها يعني. طيب لكن انت تفضل. نعم؟ تفضل. الان يعني كانت معنا الاخت امل في بدايه الحلقه وقالت بان في مظاهره طلعت في احد في منطقه سيدي يونس في مدينه بنغازي، ومظاهره ضد الانقلاب على ثوره 17 فبراير وقمعت هذه المظاهره. يعني هل تشوف ان ما قلت لك هذا الخاين العميل هذا متعامل مع الازلام مع احمد قداف الدم، هذا عميل وخاين، هذا امريكي الجنسيه، يجب انهم اخوتنا في المنطقه الشرقيه في المرز اطلعوا عليه الخاين هذا ولزوه من منطقتكم احتلكم حيقتلكم صغاركم، هذا عميل وخاين ما عندهاش وطنيه ولا عنده حتى شرف. طيب. عسكري هذا لادوا عليه هذا سدوه في تشاد ولادوا ولادوا هذا ينتقم الان لشرفه هو. طيب. يتعامل مع الازلام العميل الخاين. طيب. نادي الزبان هذا. طيب اخونا عادل كنت معنا، شكرا جزيلا لك، وصلت الفكرة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام نخرج إلى هذا الفاصل، من بعد نواصل بإذن الله تعالى. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج صوت الناس. كالعادة اذكر بالارقام الظاهرة اسفل الشاشة تباعا. اليوم نتكلم عن مسألة التظاهر والمظاهرات بصفة عامة، وايضا نتكلم عن المظاهرات التي لا زالت مستمرة لاكثر من سنة في ميدان الشهداء، وايضا ثقافة التظاهر وثقافة المظاهرة بصفة عامة، هل هي ترسخت في الشعب الليبي واصبحت يعني الشيء التي اي انسان يريد يبي يعني مطالب او حقوق او انه يريد ان يوصل صوته هي الوسيله الوحيده، ام ان هناك وسائل اخرى؟ ايضا نتحدث اليوم عن وضع الاوضاع الراهنه في ليبيا، ما يحدث الان في ليبيا في الكفرة في السرت في بنغازي في كل المناطق اليوم في ليبيا، نحاول نفتح المجال لكم لايصال اصواتكم عبر برنامج صوت الناس، لعل هذه الاتصالات او هذه الاراء تصل الى من يتابعنا من المسؤولين ومن اصحاب القرار حتى نصل الى فعلا الى تصحيح المسار ما هو خاطئ باذن الله تعالى. الان معنا اتصال عبد الحميد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الحكيم اهلا وسهلا بك سيد عبد الحكيم. نهارك مبارك اخوي سعيد. عبد الحكيم يعني الان
كان معنا احد من المتصلين وقال بان كانت هناك مظاهره في مدينه بنغازي في منطقه سيدي يونس تحديدا ضد الانقلاب الحادث الان في ليبيا وقمعت هذه المظاهره، كيف تعلق على ذلك؟ اخي سوري بنحييك ونحيي قناه التناصح ونحيي الزملاء اللي معك وكل الاحرار المدينين الشرفاء يا اخي سعيد، ونترحم على شهدائنا والشفاء ان شاء الله لجرحانا والثبات في ثوارنا الطيبين الخيرين لولا عمل الله ثم للوطن. اخي سعيد اخي سعيد لا نستغرب من المجرمين اتباع المقبور، وانا نزيد او نبشرك ببشاره اخي سعيد ولليبيين، ماذا تتوقع من واحد مجرم؟ شو تتوقع منه؟ شو بيجيب لك واحد مجرم؟ بيجيب لك مجرم هادم مرتزقه من الاماكن المقبوره نتاعهم فيهم، وجابوا لحد الان مرتزقه يستنجوا بالشيطان يستنجوا بالاسرائيل ويستنجوا بالمسيح بجميع الطوائف العالم، وكانوا هادم اكبر من المجرمين. ولكن باذن الله نبشر اخوتي هلالي في الشرق والاخت تكلمت هذيك باذن الله النصر قريب والصبر ساعه. علاش يا اخي سعيد؟ لأن الحمد لله والمنة توارى في ربوع ليبيا ليس بالسلاح فقط وبكلمة وبكلمة الحق، إن بالأمس طلعوا واحد من المجرمين أتباع المجرم حفصر وليس ليبي هو المرتزق هذا أخي سويد، كان إن هو في 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 الحدود ويتجسس ويدخلوا في 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 الناس اللي غير تهريب البشر غير الشرعية لتهريب لأوروبا والمخدرات والمسكرات والحشيش والحبوب. طيب 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 أخ عبد الحكيم، نعم طيب، يعني أنت شاركت من قبل في مظاهرة؟ أنا دائما نمشي لمظاهرة ميدان الشرفاء ميدان الرجال طيب ميدان السعداء أخي سعيد. طيب يعني هل شفنا طريقة حضارية أم أنها غير مناسبة يعني في التعبير عن الرأي؟ تعبير 100% وتوصيل، احنا الصوره الحقيقيه اللي في 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 هذه المظاهره الطيبه ان احنا نبدو بهذه الثوره 17 فبراير، لا نريد من نقول ثوره 17 فبراير وفي نفس الوقت لا نريد تدخل من الخارج مع المجرمين والبرلمان الخاين وهذا المجلس شنو هذا نتاع القمه العربيه، بل هي روضه وليس جامعه عربيه، هذه اقل من روضه يا اخي سعيد، لكن الانسان يبدا متفتح وعارف الحق من الباطل والحمد لله بالله يبدا يشكر الشيخ شكري الحاسي نسال الله في ميزان حسناته. طيب الناس الواعده يا اخي سعيد لحظه بس الناس الواعده باختصار باختصار حتى نفتح المجال يعني في ناس تستنى قاعده نفتح لهم المجال يا اخي الكريم. طيب تفضل اخوي سعيد ربي يحفظكم وان شاء الله نتمنى للخير لهالبلاد الطيبه هذه وباذن الله نكمل ساعه عن مصر قريب بعون الله تعالى. شكرا والله اكبر ولله الحمد. شكرا جزيلا اخ عبد الحكيم كنت معنا، ويبدو ان هناك اتصال اخر تتاليا معنا الاخت ام بشائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يا رب يا رب انصر الحق، عجل بالنصر يا ربي. يا رب انصر توارنا، انصر ليبيا، انصر ناس، انصر الشرق، انصر الغرب، انصر الجنوب، اجعل مصر قريب يا ربي وعاجل، يا رب عجل بالنصر. يا رب ينصرنا على حفتر وعوانا ازلام دواعش كلهم عمله واحده هذومايا، يا رب ينصرنا عليهم، يا رب ينصر وسام حميد، يا ربي وامتلئ وسام ابطال ليبيا كلهم، طيب. انصر وسام حميد يا ربي وامتلئ ليبيا كلهم وامتلئ وسام حميد يا ربي كل ثوارنا كل المجاهدين. يا ربي يا شرقنا الغالي يا شرقنا الغالي، انتم ساهمتوا ساهمتوا لما شاركتوا في انكم تنصروا هذه مسرحيه اللي ما يتسمى هدايا الطاغي الكبيرة هذا حفتر والكبير الله، لما ساهمت ووقفتوا معاه في عملية الكرامة قد ما قلنا لكم راهو انقلاب، إن شاء الله فقتوا توا بعد ما دمرت بنغازي وتدمر الشرق وماتوا ناسها وماتوا وعانوا، وبعدين أنا نسمع أمس ولا ولامس يقولوا خيرها الناس ما طلعتش في بسبب انتصارنا في عاصمتنا الغالية انتصارنا يوم 20/8. السبب لان البلاد مخنوبه، الناس مظلومه، ما عندهاش لي من تشكي، وين بيمشوا الناس؟ انظلموا، انظلموا الناس وما فيش من ينصفهم، بلادنا انظلموا، بلادنا انسرقت، يعني بصراحه اغلبيتهم طلاب سلطه، حاشا الصالحين فيهم، اغلبيتهم، وبعدين حتى في الحكومه لاحظ في ناس ما نعرفش كيف حاطينها، ما فيش
طيب طيب يعني ايه تفضلي. بصراحة وليه مع يعني أهيال بالنسبة للميادين، الميادين هذه لعبت دور كبير وحتلعب دور كبير لحد اللحظة هذه، وحينصر ربي الحق حتى لو ناسهم شوية أو نقصوا. لا كانت أكثر بصراحة، يعني أنا أقول الحظ كانت أكثر من هيك زحمة، ولكن الناس كلها تعاني ولاهية طيب. في مشاغلها وهمومها. أحد ومايا الناس هم اللي حيكون ليهم دور، نبليهم مازال كل جمعة في كل المواقف يقفوا مع ثوار ليبيا. طيب بصراحة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني والله الواحد عاجز عاجز عاجز. الله يلعنكم انتوا اللي شديتوا السلطة، الله يلعنكم اللي ما مشيتوا الصح، اللي شفتوا مصالحكم، اللي ما فعلا طلبتوا لها سلطة وشفتوا مصالحكم وما حسيتوش بالناس اللي تعاني داخل طيب. بلادنا. طيب شكرا. والميادين فعلا ويا اخويا صهيب لعبوا دور كبير، نهنيهم نهنيهم من كل قلبي، حتى لو كان نقصد نقصد لان لعله صاير احباط للناس. طيب ام بشاير حقيقة ما نقدرش، والسبب يا مؤتمرنا يا رئيس الوزراء بصراحة يسرنا من معاناة الحكومة، يسرنا كل حكومة طيب. تفشل، كل حكومة تفشل، حطوا لنا ناس نضيفة ناس تفهم، باي ممكن نضاف لكن ما يفهموش. طيب حطوا لنا ناس خطة كويسة ناجحة. طيب ام بشاير ينصر الحق وينصر ثوارنا اللي عانوا. وصلت الفكرة وكل اللي صاهرين على راحة بلادنا الغالية. وصلت الفكرة ام بشاير، كنت معانا، شكرا جزيلا لك ام بشاير. معنا اتصال اخر، الاخ زياد. السلام عليكم زياد. زياد زياد تسمع فيها زياد؟ يبدو ان انقطع الاتصال. ارجو زياد ان تعيد الاتصال بنا لاحقا. مشاهدينا الكرام لازلنا نستقبل مكالماتكم عبر الارقام الظاهره اسفل الشاشه تباعا. اليوم نتكلم عن ثقافه المظاهرات وثقافه التظاهر بصفه عامه، كيف تاثيرها على الوضع الحالي في ليبيا؟ هل هي يعني توجه رساله الى كل المشاهدين او لا؟ مشاهدينا الكرام لازلنا يبدو ان هناك اتصال اخر اتصال معنا اليوم في حلقه اليوم حسب ما اشير اليه. معنا الان اتصال عبد الرحيم. السلام عليكم عبد الرحيم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك عبد الرحيم. اهلا بك اخوي عبد الرحيم. صفيه نسمع فيك. طيب عبد الرحيم يعني نشوفه الآن في ثقافة التظاهر، يعني أصبحت شيء الناس تتعود عليه، وأي أبسط حقوق يطلع يتظاهر ويبدي برأيه. هل كانت هذه يعني هل هذه الثقافة جت يعني نتيجة لاستبداد كان 42 سنة ما تقدرش تتكلم فيه، جت هذه التظاهرة هذه المظاهرات لتفرج على الناس ما هم فيه؟ زي اخ عبد الحكيم معك اخوي معك. نبي نقول لك انا نبي نسمع صوتي اللي نسمع فيه اخوي. اها بس يكون في مضمون الحلقه لو سمحت عبد الرحيم، يكون في موضوع الحلقه. نبي نقول كلمه للشعب الليبي. نبي نقول كلمه للشعب الليبي. تفضل باختصار. نبي نقول للناس الشهداء، الناس اللي قدمت ارواح من اجل الثوره 17 فبراير، نبقى وين في المظاهرات؟ يعني ما يطلعوش ما نشوفوش فيهم، يعني الثوره. طيب يعني نبي نقول لك الثوره درناها على خاطر الشعب الليبي، نبوا الليبيين يفرحوا، نبي الليبيين يكونوا امورهم 100%، نبوا الليبيين انطمنوهم ان هذه ثوره مباركه، لكن لحد توا يعني حتى الليبيين اللي عندهم ناس شهداء يعني ما ساهموش في المظاهرات وما طلعوش على خاطر الناس وما طلعوش على خاطر خوتهم اللي ماتوا وابهاتهم وصغارهم. طيب وصلت الفكره اخ عبد الرحيم، كنت معنا من مدينه الزاويه. مشاهدينا الكرام يبدو اننا وصلنا الى نهايه حلقه برنامج صوت الناس. شكرا لحسن متابعتكم، نلتقي باذن الله تعالى يوم الخميس القادم بحلقه جديده وبموضوع جديد باذن الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.